واي سي يونس فينا؟ يلا هبط عندنا قدام البيت. يلا ما تعطل. سيدي محمد، تدي 10 دقائق عندك، وراك عارف لي شي طريقة صح. يلا سربي سربي خلاص. يلا سي يونس بخير، كاين لاباس؟ أمور مزيانة بخير. اش تعاون؟ والحمد لله. مريم سخسار ما نعيش كاع ولا لا واقع هكا كرهت الشيء ديك المهمه ديال البارح راه بزاف ياك ما كاين باس صوني شي عليا شنو عارف خدمتنا كيفاش دايره دابا تحط لي واحد الميل في اليوم مع 8 الصباح عيط ليا شفتو قريتو كامل شي براش خارجين ولا حتى هما من الجلب طيران ما نقولش لك بربع ما فاطر ما مقاوي ما دير حتى شي وز دابا خصنا نوضو شي نوضه ديال الرجال ديال بصح ريحنا في قيا ونراجعوا الميل من الاول حتى الاخر ونيسرو انا رجعت اكمل صابوني فشيت جمهوري حكم باش نرجع نحكم تاع القهوه اللي باغا تشرب السمروان تا اش من قهوه بقات عندنا دابا ما كتقول يميلي في جديد تحط مع 6 الصباح ولا مع 7 الصباح يا دبراشه بقاو حنا مع دبراشه وما نسالوش معاهم ولا شنو ترخينا على شويه لا ترخينا ونيت السي يونس حنا ترخينا بزاف دابا هاد الكوميسير هذا كنبان ولا حنا في هاد الملفات اللي كيعطينا ولا شنو طبيعه الحال في الملفات الصعابه عاطين لينا حنا دابا المهم بزاف غنمشيو دابا للسيكيور ندخل الهضره راه شوش قهوه مروان سير اخويا راه شطانتين دابا من قلتي ليا فين نروح يدوم كبيرين خلي دي مو بلاس رحنا ناقصنا السلع فيني 10 دقائق هادي السلام عليكم كبير بويس بخير واش هذا وقت سيدي محمد كون 6 دقائق واحدة ما تلقانيش وعارف شاد الطريق وعارف ندير وين وعارف ندير
طيب بس يوسف راك عارف في روجاج جري من هكا جري من هكا هذه ما بقاش عندي الوقت شي سلعه مزيانه كما قلت لك السيوس فرك عرفت في روجات وجري من الكول وجري من الكول ما نزلش ما خاص رايت لك قلت لك شنو خاص شنو خاص كيف اه شفتي ولا موجوده تبكي عليا سامي ما كاين ما نخبى لك يوسف اصبر عليا وزعما راه ملي كنت ندورك نضي راح سمي السلعه الاول تقلبش ليا شنطي واقع تقلبش ليا انا صاحبي السلعه راه كاين كليان كيتشكى بويا المهم الله يرضي عليك وجد لي الفلوس الاول والثاني صافي كون هنا خلي الفيديو انا روح في راسك كون هنا بوز يلا سير اللهم يسر طريق السلامه يلا ودابا بالبال هذا الطرف اللي تخص اسمع عوان تقطع الشامبو سير طول هو خويا اللي قلت لك عليه راه هبط واجي الثاني هاج مرحبا ما كاين باس كاين باس سامي شي مزيان هذا تاع اللهم ولا بالحق ها راه قالوا لي جمعتي راسك بصي ما تجمع هذا الراس هذا ما يتجمعش ديال ديال التبات بالكاريطه علاش غندير لك انا التبات واه شوف انت وكان حتى ما كاين تبات لا والو الشيخ حتى والله ما كاين تبات زعما جمعتي راسك راه كنبيعها بويا الرواج وريقات زرك في هذا السيول ريحتو عطات هذا خويا ما كاين والو الشيفات التقليبه ديال ديال ما كاين والو هاد شي حاجه راه ما غاديش هادشي بين عارف الخلال راك عارفني انا كيف داير ياك واه غير الروج الشاف مني اكد يجمع غير الروج واه غير الروج عطاكم شي حاجه راه بغا يطول علاش غير الروج بس منا حاجه اخرى المهم جمع راسك لا شكرا عطاك ما كاين حاجه الشاف انا كنقول لك جمع راسك انا حبس هرسنا الشاف والله ما كاين حاجه الا ما قنعتيش راه رجع نهرسك لك هذا نقول سير نعم شو قدي انا نوريكم الخدمه ديال والو غنجيب السلعه بالزيت بالله السلام السلام فين الشريط انا خوز الله يحفظك وين والو فين هو واحد هو واحد ولا هاي شموله باقي عندك جوج انا غنمشي نتكلا واحد ارجع عندي راه واحد غاروش تعطل عليا هاد السلعه ارجع عندي نعطيك شويه ولا شي صافي سير صافي ترجع عندي صافي هاي سير عندك ألف ريال مقاد ديرها والو ألف ريال الصاد خاصك 100 ريال مزيانة أما أنا خويا السي مرة قاعد علينا والله إلا ولاد المدرسة وفلاحين هذاك الشيء غاتعاملنا تشكى على كرمة عطاك كرمة ما تشكاش عليا أنا مالي الوقت راه الله شو عندي الصاد 100 ريال مكاش 100 ريال دور غيرها منا مزيانة غاتعامل معنا خويا السي مهم ميا نجيبها لك راه لقيتها مزيرة شوية ميا هانية بيني وبينك غنجيبها لك برا وجورة إلا بغيتي تتعامل معايا كلمه واحده الصاد غتجيبها ليا صاد كلمه واحده برا كلمه واحده برا وجوه ها شوف هاك الصاد الله يحفظك الله التليفون ما كنت كيف واش هاد شي منا ورجع هنا السلام عليكم اجيه هذاك المجرم اللي كاين فلك اللي كنقلبوا عليه شوف عندك يحس بك ولا شي حاجه
انت دابا شوف انت تونغاجي عليه وصافي صافي. قول لي اش من سيكشور هذا اللي عايشتي فيه انت دابا؟ المسيره صافي. شوف صوري وصيفط لي التصويره، انا صيفطك النيميرو دابا صافي. يلا ما تخليش يحسبك. ها يلا الله يعاونك. وكنشكرك على المكالمه. الو وي خويا، قلت يا خويا في ميلو طوك تعيط لي انايا، علاش شدوك بعدا هذاك؟ هذاك الشيء عندك اخويا صعيب بحشيش، راه ماشي انا لا كاين شي وريقه شي حاجه نوقف مع خويا شي ترك عارف. قلت في هاد عباد النوت تقول لي قول هاي دا خويا، انا مش مكان اتصل بك. شي نتا في حسين السلام عليكم. أول مرة ما غنسولش شكون غتجي لدابا. حتى هما راه كتعيط ليا كتبقى مصدعني. كاين بيس. هذا غادي تنقل لك عليه الشيف. شكون هو هذا؟ شكون هو هذا؟ أنت ما عرفتش شكون هو هذا؟ انا ما كاين حاجه الشاب. انا كنقول لك جمع راسك، انا حبس هرسنا الشاب. ما كاين حاجه، انا ما قنعتش رجع نهرسك. قلت لك هضر من الاول. واش عرفتي هذا؟ تعرف شو البعد اول شيء بدنا ديك النهار مول قاريت وراه الله عيط لي واحد قال لي راه كاين في المسير. في المسيره بالضبط. في المسيره بالضبط ولا تعطلنا ما غنلقاوش. يلا نمشيو. يلا نقاكم عليه دابا راه دبرت 11 حتى اليوم بيا ولا بيا. ليش؟ لأنني خدام مع راسات عش لكن هاني عصر هاني مخي طبعيني جدران كاش تراهم عشان ناكل جودة هولا هلو بسيك شو دير وهذا هولا فتصرقه ليه شو هذا؟ هو هذا فلان شي خدام لا أبلع شو هو هذا؟ تعاوز هاني الأمور فين؟ 50 درهم بقى عندك واحد الفران صافي تعامل معاه. وشكون شحال انت ما تضوبنيش الطنيه ديالي انا بغيت ندير واش نضوبل انا نضوبل حنا حتى استاذ سير زكريا سير كنشوف والله تضارب درايب جو خونا عرفت شنو هو دابا قلبي نوب يعني خليش يحس بينا بعد اول حاجه شمتني هذاك راه نبيت بدايه الشيخ عليك. لا 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 لا
هذا تجاهيت هذا تجاهيت لحق عليا الموطور.